يسرنا في هذا اليوم المبارك أن نرحب بسعادة السيد مساعد القائد العام في هذه الزيارة المباركة، ونقول له حللت أهلا ونزلت سهلا، وجزاك الله خيرا عنا لهذه الزيارة التي لها ما بعدها والتي تلهب الحماس في مجموعة من الشباب والكوكب النيرة الأصل هي متحمسة وجاهزة وفي انتظار الإشارة لأي تحرك في أي مكان. حقيقة سعادتك رغم هذه الأجواء السخنة حاولنا أنه نظلل على المجموعة، ولكنهم قالوا أصلا هم ناس حارة وما كايسين ما كايسين ظل، لأنه لو كايسين ظل ما كانوا جو هنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين. أخي الكريم جارال، أنا بقول لآدمه غايد متحركات المرحلة الأولى والمرحلة الثانية وبإذن الله المرحلة الثالثة. إخوتي أركان حربه في الاستخبارات والعمليات، أخي الكريم الجارال إسماعيل قائد مجموعات الإسناد، أخي الكريم الأمير الفتى المغاتل المصباح أمير مجموعات الإسناد، إخوتي الأكارم الموجودين والغير موجودين، في الصغور في الارتكازات في القناصات في المنصات، لهم جميعا عبركم ألف تحية ألف تقدير ألف امتنان، لهم كل الحب والتقدير، حياهم الله أينما كانوا وأينما حلوا، يزودون عن تراب هذا الوطن الغالي. دائما يا أخوانا عندما بدت معركة الكرامة كان أول قول لنا والله 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 وغسما 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 لغير الله لن نركع ولن نستسلم، لو جابوا شنو؟ كل الدنيا كل الدنيا، أعراب وعجم لن نستسلم. نحن يا شباب كل القيادة مدنية وعسكرية يد واحدة يد واحدة، بكل صراحة وبكل صدق هدفنا وسياستنا ورؤيتنا دحر هذا التمرد. طريقنا واضح وسكتنا أكثر وضوح، ما عندنا لولوة ولا يمين ولا يسار، بنجهز في الغوات في أي مكان، في أم درمان في نهر النيل في الشمالية في القضارف في الفاو في كوستي في الدمازين في دار مساليد في شمال دارفور في كردفان، في أي مكان بنجهز في القوات. والحمد لله الحمد لله قطعنا أشواط بعيدة وأشواط طيبة، هؤلاء المقاتلين الذين تم تجهيزهم وتدريبهم قادرين على حسم هذه المعركة. بنسمع عن مفاوضات هنا وهنا وهنا، لكن القيادة السياسية القيادة السياسية بل بس القيادة المدنية ناس أخواننا ناس أبو نمو بل بس الشعب السوداني كله بل بس، وأصبحنا الآن بقدرات متعاظمة تستطيع تحقيق هذا الشعار المجيد بل بس. القوات المسلحة بحكم واجبها الدستوري والقانوني والوطني والعرفي والتاريخي هي الرغيب حتى لا يتلاعب المفسدون بالوطن الحبيب وبشعبه الكريم.